شاء الله والله ما شاء الله على شيخنا شيخ الغفر الطيب. بعدي والله الله يسلمكم طول عمرك ما شاء الله تبارك الرحمن. تطيب يا شيخ تطيب الله يعافيك طول عمرك ابو حشر. والله انك كفو يا ابو ناصر وانك انك مرشح ان شاء الله شينا انت تستاهل وقده الله يعينك على المنصب الجديد ان شاء الله. هو انت كفو يا ابو ناصر طيب الله وجهك ابو حشر ابو عاد ادري ابو حشر من ابو غاد عزل اخواتنا لطلاب السنين صدقت من كلامك ضحك الرجال والله انك تستاهل المدح تستاهل العلم الغانم كله تستاهل. وصراحه مغازي اختار تستاهل. اختار واحد كويس بس انت تدري شو العذر فيك اذا احنا الرجال ولا العزمون واستثنونا على كيفك روح انت لحالك. من قال لك تستاهل؟ من قال لك؟ من قال لك؟ انا بروح للرجال اللي عليهم العلم والله 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 يا ابو ذيب ان العلوم طيبه ان شاء الله ان شاء الله خير ما دام ان الامور موجهه طال عمرك ان بعد زواج غازي غازي اختارني اكون ان شاء الله اني المرشح القائد لكم. لا 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 يا حشر لا لا حشر تعقب لا تعقب تعقب وفي مجلس لا لو ما هي في سنابي ترى ما اسمح لك مشيها بس في سنابي ترى قويه بس عاد بمشيها لك لاني ما بدي اخسرك. قول فعل يا ابو حشر الشيخ ما يقول لا جبرت عقب هذه واحده هذه الملاحظه سجلها عندك. ذاك صلى على رسول الله اي صلى وسلم على سيدنا محمد وغازي كلف غازي مطيري من بعده الشيخه عز الله ما اختار وتراها اقسم بالله فيها مع احترام وفيها تعب وفيها من قال لك انك فلوس الرجال مليانين فلوس على والله الشيخه كايده ما يبس هذا اهدى شاص وناقه وذاك اهدى جي كلاس واللي اهدى 100000 خلاص وانت بتشيخ علينا بلوش كذا بل ما تدري نركب بلاش يعني. ونروح وناكل بلاش ايه نجيب بلاش ما ندفع شيء والله ما تطب والله ما تطب والله لا تطب من غير لا تدفع ريال. اسمع انت ويا انا بعطيكم شهر طيب وش هالشهر؟ خلنا نعطي الرجال مهله اسبوعين وعطوا صداح فرصه ما في اسبوعين نثبت نفسه اسمع ولا لها باب وجواب اسمع. شفت الرجال اللي ما غير نعطيه فرصه عشان يجي الشيخ علينا والله ما يطبها وانت تعطيه فرصه انت عطى اسبوعين وانا والله ما اعطيه فرصه لو ساعه واحده وانه ما يطبها غير كمك اللي بوجهك بس خلي الشيخ اللي تعرفها خشمك الطب والله ما تشيخ من هنا والله ما والله انت ما تقدر انت ما تقدر انت رجال ما تحب تتبع فلوس ها غازي ها غازي اقول ما شاء الله على واجهه العماره انتم مترشيتوها اكرمكم الله يا ابو ربيع مع السلامه اوريك يا ما تشوف شر حتى انت ما تشوف شر انت شيختك اللي تمشي على جنب روح يا ابو حشر لا تنقطع اقول يا غازي متى رشيتوها ابو يا غازي روح تنقطع الامدادات روح مع السلامه الارزاق تحدك على الاشكال هذه سيارتي وين واقفه اي صح نسيت الله تبارك الرحمن تقول لاند كروزر جديد سعودي ما فيها اسود غير الكفرات الباقي ابيض والله يا رجال ما شاء الله لاند كروزر باقي تخلص هذا السطح المجرب هذا نروح مصر والله مو مضبوط والله حي راسك فتشوف باختلاف يصورنا ولا يقطع فينا هذا رجال هذا شكله من مطب هذا لا 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 امزح امزح بس لا تدري حلوه قصته والله والله حلو اتمنى ان عندي زيها ما شاء الله واتمنى نفس الوضع ان عندي على الجيب حقي سكسوكه زي سكسوكتك فجر شوف سكسوكه ابو سعيد قلت لك زيز على قلوب على قلوب على قلوب دال بريك الصوت اللي انا اطرب له يا جماعه خير ابو بريك يا سهلا اطربني يا الشيخ شوف السعد سال دمع الغرام ضاق صدر المدينة واقبل الليل ما فيه أسئلة ما سألها قال صاحبك وينه قلت ما أعرف وينه وانتهت قصة كنت أحسب إني بطلها من لقى مثل وجهه ما لقى مثل عينه سلام افطار ما غير كل حم ما حد كذا لا قوه الا بالله كذا هذا الانسان تبيها من مبدا الرجوله فهو رجال ما قلنا رجوله يا جماعه الخير صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم
المشكله هذه ما خلصنا منها، ما خلصنا موضوع الشيخ هذا، ما انتهينا منه. لا بعد الزواج لا مشيت من دون قاصر فيكم يا اخوياي كلكم، اسمعوا العلم اللي يجمد على الشارب. اسلم. الشيخ غازي بن ناصر بن غازي. ونعم كفو كفو. اصعيني الطيري. ونعم حمران النواظر شيخ. والله اني لابور في يدك. نعم. وتحزمني ولا ما تحزمني مبشرك مبشرك. الشيخ غازي بن ناصر لمدة 15 يوم ومن بعدها يسقط شيخ. واجد عليك شيخ يطلع شاف وانك ما تجي وان اطلع راس. لحظة اسمعوا راء الناس الثاني. يا الرب خلنا نسمع راء الناس. افرضه على غيده وعليك يعني بدل وين. بوب رايك وش رايك في اللي صاير؟ والله شوف انا احب غازي بس غازي طيب وحليل ما راعي مشاكل راعي مشاكل خلقه صح. لا تقول حليل قال الله حلاك حليل بسلمنا يعني خبل كفو كفو. مالك انت توك داخل علينا بجروب جديد مالك اي يا ابو ديب. احنا نتكلم عن شيخ مطير غازي بن ناصر مطيري. والله اني استاذ الشيخه جينا في المجمعه واكرمنا وضيفنا وبيض الله وجهه وهذا لو تطلب صوت حلقه مر كذا. اهدى شوف رجلك راحت فيها. اشوف والله يا ابليس بس هذا والله يا حرام من الشيخ من عسل اجداد. والله اني استاهل اني استاهل اني استاهل. انا ما كان اصدق اقول اصلا غازي كفو ودليل على انه كفو ونعم جاب لنا ذريه ومعلني كفو وبكره لك اعلان عندي. احنا سمعنا من كل الشباب انت شهادتك مجروحه ابن عمك واكيد انك بتميل شيخ الولد عمك. طيب راس على الكلام والله ابو ناصر. ها هذا يا عبد الله شهادته ما تكبر ولد عمك ايش ليه توكل على الله بس. ولد عمك ابو الشيخ ولد عمك ابو الشيخ خمسه ولد عمي شمسه ما شاء الله محمد الهدى. ها شيخ قولوا هذا هو محمد الشيخ. اسمع هذا هو الشيخ. هذا والله الشيخ. اسمع جمع الرجال وحطهم على قلب رجال واحد وكل يوم وانت في ديره تعلم. هذا انا عزم على الرجال. هذا ماني رايح ماني رايح. اسمع انا ما مصدق ماني رايح ماني رايح. انا حرام يا وجهي تقول كامر 2004 ذهبي. يا بدير يا بدير احنا عرضي مغربين حنا خمسه طريجي كلنا مع الرجال هذا. لا والله شيء ابو ناصر. اللي هذا اوله ينعف تالي. انت ليش حتى البنجال وكب البياله فاضي ما في شيء هذا حق شيوخ. اسمع ابو ناصر ابو ربيع مذكر علي انك تشرب الفنجان فاضي. لا انا يصير الشيخ وباخذها الطرقه على خشمه. طيب اسمع ابو اقول لك شيء ترى الشيخه كايد فيها صرف والله فيها صرف والله ندق فلوس لين طف والله العظيم يمكن شهريا والله لا يقل عن 100,000 ريال. لا الصرف احلف وانا صادق الصرف الصرف عند الشيخ عند الشيخ القديم. يعني انت شيخ ويش شيخ بس تختم يعني هرج بس. انت بس كلام ها من كل كلامه من الفعل بيض الله جاي والله كذا يسد. طيب عسى الله يوفقك احنا بنشوف بنحط صورتك. اسمع
والله طبعت